وانتوا كمان اثبتوا مكانكم. انت يا بنت. نعم يا ماما. بقول لك ايه، احنا هنسافر انا وابوكي واخوك عبد. نعم. عايزاكي تاخدي بالك من اخوك حموده كويس. مسافرين فين يا ماما؟ احنا رايحين نقدم لاخوك عبده في جامعه في القاهره، وممكن نيجي على بالليل كده ان شاء الله. وهتسيبي حموده معايا؟ ايوه، عايزك تاخدي بالك منه كويس، ولما يصحى كده تعملوا له الفطار، وتقعدي بالليل كده تذاكري له شويه، تمام؟ شيماء ايه ده، الله يخرب بيتك، ده منظر طالب راح يقدم في جامعه. ماله اللبس يا بابا؟ ما هو ده الكلاسيك. خش يا ترى الزفت اللي انت لابسه ده. يا حمودة قوم يلا عشان تفطر. انت يا ابني قوم يلا. استغفر الله، ايه الاشكال اللي على الصبح دي؟ اعوذ بالله. ولا يا حكم، بقول لك ايه، مفيش حد هنا في البيت، يعني انا لو مسكتك دلوقتي ضربتك علقه مفيش حد هيشيلك من ايه. ماشي، شكرا. هو انت عارف الطريق يا حاج؟ حساك كده ماشي وخلاص. هو انت راكبه مع عيل صغير ولا ايه؟ لو مش عارف الطريق يا بابا شغل الجي بي اس. جي بي فيس؟ ايه الجي بي فيس ده؟ بيعمل ايه البتاع ده؟ الجي بي فيس ايه يا بابا؟ دي خريطه انت بتمشي عليها على الموبايل. لا لا، انا مش محتاج خرائط، انا عارف الطريق كويس. ايه المكان الغريب ده؟ انت متاكد يا حاج ان هو ده المكان؟ ايوه اكيد هو ده. الطريق مفيش كلب ماشي عليه. ايه ده، في ايه؟ في ايه؟ العربية بطلت ليه؟ ايه ده؟ في ايه يا بابا؟ يا لهوي، ايه اللي حصل؟ العربية بينها قتلت. يا نهار اسود ومنيل. اهدوا بس يا جماعة كده، ما تقلقوش، انا هنزل اشوفها. اليوم الفقرة ده. المكان اللي مفيش في حد غيرنا ده، الصحراء دي. ما عادش راضي الدور، ما عادش راضي الدور، ما جاتش تعطل في المكان ده. يا نهار اسود. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ اللي هتعمل ايه يا حاج؟ اتصرف بسرعه، المكان ده شكله يخوف، عايزين نمشي من هنا. يا باشا مش هينفع والله يا باشا، احنا واقفين في مكان مفيش حد، مفيش مخلوق ماشي فيه. ازاي هتقول لبكره؟ ازاي اللي انت ايه ده؟ دول قفل. في ايه يا بابا؟ يا نهار اسود، الونش بول مش هيعرف يجي غير بكره. اسود، الساعه بقت كام؟ امه بترن، امه بترن. الو، ايوه يا ماما. بقول لك يا تفيد، احنا هنبات وهنيجي بكره. نعم.
خلصنا من الخيمه نبات فيها بقى لحد بكره على ما يكون الونش اجل. انا خايف قوي يا بابا لا يطلع حد علينا بالليل، المكان اصلا شكله يخوف. لا انا مش عايزك تخاف، سيبها على الله. بس انا مش خايفه غير على تفيده وحموده، هيباتوا لوحدهم ازاي دولت؟ في ناس غايبة قاعدة هنا ومخيمين. هم فين؟ روح حطهم بسرعة. حاضر يا شيخ. ولا ايه؟ في ايه؟ حاجة ولا ايه؟ خش بقى يا جايزه.